نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين غربيين قولهما إن ناقلة روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود في 3 مناسبات على الأقل خلال الشهور الأخيرة من خلال نقل شحنات في عرض البحر، وهو ما يمثل شريان حياة اقتصادي للبلد المنعزل. وقالت مصادر إن إقدام روسيا على بيع النفط أو منتجات نفطية ينتهك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونغ يانغ.